أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على باب الحوائج قمر العشيرة مولاي أبي الفضل العباس. أسعد الله أيامك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، أسعد الله أيامكم يا شيعة ومحبي محمد وآل محمد بهذه المناسبات والولادات السعيدة، وبشهر رسول الله شهر شعبان المبارك، وهذا اليوم الثالث من شعبان مولد حبيب القلوب سبط رسول الله الحسين بن علي سلام الله عليهم. وهذه الليلة إن شاء الله ننتظر غدا اليوم الذي يولد فيه حامل اللواء كافل زينب سلام الله عليها، كبش الكتيبة، ذراع الحسين اليمنى، قمر العشيرة أبي الفضل العباس إن شاء الله. إلهي بحق هذه المناسبات السعيدة ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. مجددا أرحب بكم وبرنامجكم اليوم إن شاء الله من يوم واحد شعبان وحتى النصف منه، برنامج شعبانيات كل يوم من الثامنة للتاسعة على الهواء مباشرة من غديري قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية، ونلتقي أيضا بخدمة الحسين لنسمع التراني إن شاء الله والقصائد والرثاء لمحمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي، وأنا وأنتم نرحب بضيفي هذه الليلة خادم الحسين الرادود المبدع الشاب رادود العتبة الحسينية المقدسة ملا صاحب الكربلائي. أهلا وسهلا بك ملا، شرفتنا هذه الليلة وسعد الله أيامك وكل عام وأنت بألف خير حبيبي. وأنتم ألف بألف خير. الله حفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الغر الميامين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة ولادة الأقمار الشعبانية سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وسيدي ومولاي علي السجاد زين العابدين وباب الحوائج اللي احنا بجواره، وهذه ليلة مولد أبو فاضل سلام الله عليه كافل زينب، وولادة سيدي ومولاي شبيه رسول الله علي الأكبر، وولادة القائم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فبهذه المناسبة نهنيكم إن شاء الله تجعل وتنجعل أيامنا كلها خير وفرح وبركة جميعا يا حبيبي. الله يحفظك ويديمك ويديم صوتك وتوفيقك أجمعين. نقول ضريحك مفزعنا الأمنع به كل نازلة تدفع، وبابك للخلق باب النجاة تلوذ بعروته الروع أبا الفضل. أبا الفضل والفضل يمنى إليك فأنت لألطافه منبع، ويا بطل الطف هذا لواك، ويا بطل الطف هذا لواك على كل شاهقة يرفع، وهذا حسامك أنشودة بها ينتشي البطل الأروع، وجودك والسهم قد شك فيه شعار لعليائه نخشع، ورأسك تعاليت تعاليت من مجمع للجلال عوالي الجمال به تجمع، وقدست من شاهد للإخاء بذكراه أدمعنا تهمع، ضريحك كعبة ضريحك كعبة وفد الولاء إليه قوافله تسرع، لشيعتكم فيه يعلو الأنين لكم وتسيل به الأدمع. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس في هذه الليلة. سبحان الله، وإحنا قلنا في الحلقة الماضية وكأن الترتيب جاء من شعبان ويهيئ إلى محرم، حتى في ولادتهم لم يسبقوا مولانا أبي عبد الله الحسين. إن شاء الله بعد ما نسمع قصيدة من ملا صاحب الكربلاء إن شاء الله نعود إليكم بقصيدة أخرى إن شاء الله لترتيب ولادات الشعبانية بصورة شعرية إن شاء الله. مولاي حبيبي ملا إن شاء الله، الله يخليك إن شاء الله. شنو تختار لنا بداية أول قصيدة نسمع من عندك؟ اختار بيت بالأبيات فصحى للسيد كريم العرداوي الكربلائي. تحياتنا لأبو عمار. يقول يتلو غرامك خاشعا إحساسي وتغازلت عشقا به أنفاسي. يتلو غرامك خاشعا إحساسي وتغازلت عشقا به أنفاسي.
يا مالكا في الذر عهد عواطفي من مهدي أنت لحفرتي جلاسي يا من جنوني في هواه تعقلا والموت دونك إن جراه قداسي أصلي باسمك يا حسين بمن حري لا أنثني خوفا من الأرجاس أنسى لقد صلت عليك برايتين كفين عند النهر من عباسي الله كفين عند النهر من عباسي الله يحفظك من مهدي أنتم لحفرتي جلاسي الله إيه الله بيت القصيد هذا تحياتنا لسيد كريم العرداوي أبو عمار تحياتنا سمعنا المقطوع عرض من القصيدة بعد إن شاء الله طمعي اليوم صوتك حبيبي أنا خادمك الله يديم. احنا ان شاء الله نبدي بالامام الحسين سلام الله عليه هي يوم ولادته وليله ولاده ابو الفضل ان شاء الله أحسن. القصيده للشاعر حبيبنا واخونا على عبد الحسين الكربلائي تقول مبارك مبارك محبوبنا مبارك 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 محبوبنا مبارك 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 محبوبنا مبارك 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 محبوبنا مبارك ميلادك وعيادك فرحة فاطمة تنزل لك تسجد لك كل لحظة السماء ميلادك وعيادك فرحة فاطمة تنزل لك تسجد لك كل لحظة السماء يلبيك ولد معنى الفرح حبيبي سر حبك دوا فوق الجرح طبيبي أنوارك أنوارك ما تفل أنوارك مبارك مبارك محبوبنا مبارك بفراحة وبجناحة هز مهدك وحي جبريلك يقرأ لك يا ابن الأبطحي قلبي اللي يدق عشق نبض حروفك يا كعبة ويظل نبض القلب يطوفك أسرارك أسرارك ما نفهم أسرارك مبارك مبارك محبوبنا مبارك دلالي الغالي انشد مستغل معوفك معوفك يا حسين الأمل دلالي دلالي انشد مستغل معوفك معوفك يا حسين الأمل وانا اللي عرفت دين النبي بغرامك حبك أمن يا ابن الوصي وهيامك بنارك بنارك أردنش وبنارك مبارك مبارك محبوبنا مبارك أحسنت أحسنت وطيب الله أنفاسك حسيدك ملاتي هذا اللحن تنطلع يعني لو اي والله طلعته ويعني يعني صارت بصعوبة تطلع الألحان مو مثل قبل يعني من الصعوبة صعوبة أحلى تشوف وتعرف بعد الألحان ما تيجي تكرر نفسك التكرار هو هذا الموضوع ابو علم ولا نعم. الله يخليك فحتى الانسان ما يكرر نفسه يحاول قدر الامكان ان شويه شفتها بالمقطع الثاني تحويله تحول ان يعني تحاول ان لا تكرر تطلع من المألوف صحيح الشاعر يتحمل بس يتحملون هذول اي لا بعد هو هم يريد شيء جديد هم شاعر هم تعرف يعني هذه الحركه السرعه شو اسمه تعب الشاعر بها حقيقه انت تسمعك لحن تقول سهله لا النظم يختلف يعني انا اقول لك هاي قصيده للاربع الصبح اي اعتيادي اي للاربع الصبح يلا كملها وخليتنا انا ماك قاعد للصبح ما في قصيده سيد السكين السكين وتوثقت الحمد لله ان شاء الله قريب تنزل هاي كلها رزق ان شاء الله الحمد لله ماكو شاعر يكتب له قصيده الا برزق الحمد لله الحمد لله ومن كتب فينا شطرا اهل البيت او بيتا اهل البيت صحيح بنى الله له لا وحلو من الرادود او المنشد ان من تجي بمناسبه يعني احنا كل سنه تعرف عندنا قصائد ما شاء الله خير من الله بس يعني الانسان ما يحب يكرر نفسه صح
وهذه الساحة موجودة وهذه القصائد يعني مو حكرا إنه يعني أي لا أي شيء بس يبقى أنت مثلا إذا الطور من طي خاص لك يعني أول شيء أنا أقرأ تقرأ ربما يعني يبقى يجوز سنة ما تقبل يأخذ واحد أو لا والله إحنا أنا أشوف رواديد هيك يعني لا ولا أنا ده خاص اللي يبقى لا هذه يعني صدقة جارية مولانا فإحنا يعني يعني نتشرف ان الانسان او خادم خدام الحسين يقرا احنا ما نسميها الحال نقول احنا ملحين احنا نقول نعد معدين يعني فالحمد لله هو يعني اللي متعارف عليه بالوسط يعني هم تعرف الموضوع هذا يعني قصيده ما زالها بعدها ما مقريه صاحب ملك الرادود لا الشاعر متى ما انقلت بعد صارت ملك الجميع اي الشاعر يدري بهذا الامر ويعرف يعني الرادود يعني اكو بعض الشعراء مثلا عندنا الاخ علاء عبد الحسين او كرار حسين وخدام الحسين الباقين يعني بعد سنه يقدر ينزل هذه القصيده واحنا قاعد نلاحظها بالتواصل الاجتماعي تشوف القصيده ما نزلت هذه سنت جاي تشوفها اي تنزل عادي يعني. بعد صارت ملك الجميع احتراما احتراما للرادود هاي الاداب الحسينيه اللي تعلمنا عليها وهم بعد كلكم ان شاء الله اهل للاحترام والخدمة إن شاء الله. الله يسلمك الله يحفظك. نقول مثل ما قلنا بالبداية يعني ليش الحسين ولد يوم 3 العباس بعد 4 ناشر الثورة يوم 5 علي الأكبر باعتباره بعد الأم يعني. سبحان الله. فد رؤية هيك شيء بداخل الثأر بالأخير ثأرهم كلهم الإمام المهدي يوم 15. إيه. عليها أقول يعني بديت على الحسين والعباس سلام الله عليه أقول سألت روحي العزيزة العاشقة للبيت ليش؟ لو شعت شمس غاب البدر باعتبار ما خلقت سماء مدحية ولا أرضا مبنية ولا قمرا ولا شمسا إلا هذا نكو ارتباط بيناتهم صحيح. سألت روح العزيزة العاشقة للبيت ليش لو شعت شمس غاب البدر ابتسمت وقالت لي شو كنك غشيم هاي بيها للبشر أجمل عبر تعلم بقرص الشمس شنه معناه هذا وجه حسين بن سيد البشر والبدر هذا يمثل بالوجود غرة العباس بن فارس مضر لذلك من يشع الناس وجه حسين يستحي العباس ويغيب القمر الله عليك يستحي العباس ويغيب القمر هذه شهادتي مجروحة يعني انت على راسي والله اعتز بها شهادة انت ما تردد لك ثقلك ولا وزنك كلامك المسموع احنا اصغر خدام الله يحفظك ويديمه ملاتي بالنسبة للألحان تعتمد بها على مقامات او فطريا يعني يعني تعرف تدري احنا هسه عندنا ولا اقطع كلامك بخير قبل ما تجاوبنا عندنا فله كثيره وطيبه من الشباب الرواديد يعني ويحاولون يستفادون من كل حلقه نقدمها يحاولون يستفادون من هالمعلومات باعتبار ايش ما يطلع لحن يقولوا له هذا مسموع هذا قاري باسم هذا قاري فلان هذا قاري فلان فباقين بموضوع يعني صحيح يحاولون انه يتعلمون المقامات او شيء واكو بهم فطريا فالموضوع بالنسبه لصاحب الكربلائي هو بالنسبه لي يعني لا احنا الحمد لله تعرف فرقه انشاد فيحتم عليك نعم ان تحفظ المقامات لا اقلها هذني السبعه اللي الرئيسيات يعني دعنا عن الفروع لان هذا بحر عميق وايش قد ما تخوض بها ما تقدر توصل صحيح فانا اقول يعني عن نفسي نعم هي اهم شيء تكون عندك الموهبه في صوتك هذه واحد ثانيا عندك الاذن الموسيقيه انا اذا ما عندي اذن موسيقيه شنو الفائده راح اتعلم مقامات واتعلم هذه الامور صحيح. فانا لازم عندي هذه هي مؤهلات اي قاعده مثل ما قلت عاشت ايدك فانا عندي قاعده زين فاذا توفرت عندك هذه المستلزمات كلها لا ضير يعني ان تتعلم المقامات على سبيل النجاه، بس احنا ما نريد نتبحر ونصير موسيقيين، بس احنا على سبيل النجاه حتى نقدر كاداه عندك شغل ها حتى نقدر نواكب يعني هذا الكم اللي صاير ما شاء الله، يعني قبل احنا كنا نقول شلون اريد اطلع لحن انا اول ما بديت يعني شلون اريد اطلع لحن؟ قالوا اسمع زين فالاستماع هم مفيد لان الاستماع راح يخلي عندك كم راح يصير عندك خبره صح. انت لا شعوريا من هذه الكل اللي سمعته راح يتكون شيء راح يطلع فشيء لك احتمال خاص اللهم يعني يجوز بعض الجمل تجي مشابهه يعني مو مشكله بها حتى بعالم الموسيقى يعني صح. اذا عندك جمله تاخذ تبدي من جمله تاخذ من مكان هذه الجمله وتبدي بها انت لك هذه يعني مسموح لها ف مهم يعني شيء مداخل بشيء هم فطريا وهم اكتساب علم يعني فطريا وعندنا احنا نقدر ناخذ من السابقين يعني السابقين ما حد ما كان يعرف صحيح. يعني الا القله القليله يعني سامع من كبارنا اللي في كربلاء
القلة القليلة كانوا يعرفون بهذا الشيء، بس الباقي كان كله على السمع. صح. وعلى الفطرة كاظم وحمزة وعزيز القلقاوي وغيره كله على الفطرة. فمو من الواجب أن تسمع إلا كان عندك الموهبة والإذن. أحسن. إحنا سألناه باعتبار كثرة الرواديد والانفتاح الكثير اللي صار والفضائيات. صح. والناس تريد تسمع، وإحنا في حالة حاليا نوصل صوت الحسين الأبعد نقطة في بقاع الأرض. ليش أقول لك الألحان نجمه وإحنا نريد ننشر ثورة. بداية سؤالك ملما قلت الألحان صعبة صايرة. صحيح. صح. صعبة. يعني قبل جوز هو طبعا اللحن رزق. يعني أنا ذاك يوم قاعد أقلب بالتليجرام سبحان الله أجي لحن، وهذا اللحن اللي سمعته فيها هو القصيدة. صحيح. 10 أيام ما يجي بتقدر. فهو رزق، وإذا تريد التفشيت لازم تتعب عليه حتى توصل وتطلع، لأن الكلمة قاعد تقرأ محمد وآل محمد. صحيح. مو شيء سهل. صحيح. هذا يبقى اختيار المقام باعتبار مقام شجاعة، مقام رثاء. مقام غيره. أكيد أكيد الأفراح لها أنغامها والأحزان لها أنغامها. صحيح. أحسن. موفق إن شاء الله. صحيح. نسمع منك شيء ملا حبيبي. إيه نسمع عماد قصيدة جديدة كتبناها أخونا كرار حسين الكربلائي. دول ما يقدر نفارقهم. تحياتي لكم. يقول آية غيرة للناس يا عباس. إن شاء الله الدنيا وآخر سوى. إيه. يقول آية غيرة للناس يا عباس، آية غيرة للناس يا عباس، صاح دار لأصحاب الوفاء، صار دار لأصحاب الوفاء، لاح فاح عطر العاطفة، نور يضوي كل دنيانا، نور واضح بعنوانا، منبع الغيرة نور الديرة، منبع الغيرة نور الديرة، رب الغيرة تنقاس يا عباس، آية غيرة للناس يا عباس، الماي جاي يمشفك عبيد، لا ما مثله ينوجيد، صاح صار ما بجفوفه، صاح خادمه ومعوفه، حي ابو فاضل ضيع علي شايل، حي ابو فاضل ضيع علي شايل، ينثر عطرك احساس يا عباس، آية غيرة للناس يا عباس، سور نون والنون والقلم، سور نون والنون والقلم، صال جال شيال العلم، موت واقف بميدانه، موت نازل بعدوانه، غيرته تلهب هذا خو زينب، غيرته تلهب هذا خو زينب، الجيش برجلك انداس يا عباس، آية غيرة للناس يا عباس. أحسنت. غيرة 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 يا قمر العشيرة، ربت الأصيلة أو زينب العقيلة، قبلت يمينة قبلت يمينة. أحسنت. مجمل الحكاية مجمل الحكاية، آية وخلف آية. الله. مجمل الحكاية آية آية وخلف آية، راية وبيد راية، عمة البراية، عينة عينة عينة، حمايل ضعينة، وجهك ابتسامة، فرحة الإمامة، وزينب الحنينة قبلت يمينة، رحمة والله شاء، رحمة والله شاء، الحبة يشفي داء، وعلى الخصم نداء، سورة البراءة، وينه وينه وينه، واللي شبه وينه مفصل بخصاله، ما مثل جماله، يا ذخر سكينة قبلت يمينه، يا سبع مثاني وحدة مال ثاني، وسيد التفاني يحقق الأماني، جودة 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 فايض بوجوده، وللمحب شفوفه تحرس وتطوفه، هالشيعة الأمينة قبلت يمينه، نظرته نظرته السعادة، محبته العبادة، وحصل بإرادة بالوفا الشهادة، شيعة شيعة شيعة، ونهني الوديعة، وناخذ البشارة من أبو منارة
وللغايب ولينا قبلت يمينه قبلت يمينه. احسنت مولا طيب الله انفاسك. ولا اريد مجمل من عندك يعني فد اشرب مي اشرب مي ليش لا. سلام الله عليك يا ابو عبد المحسن. هنيئا ملاتي بالنسبه لي يعني انت خاب عباك اقول لك قصيده وراح تشرب مي ولا هي حضرها يعني. لا لا ملا حبيبي نريد نعرف شنو الفرق بين المنشد وبين الرادود. يعني هذا ولا سألونا ووضحنا يمكن قناة الإمام الحسين. يعني المنشد هو ماكو فرق يعني موضوع على أكثر يعني لعلي أكثر مثلا خلينا نقول يعني مهمة أكثر واجب أكثر الرادود أو المنشد اللي يصير على عاتقه شغل أكثر. احنا اذا انت تجي للمعنى اللي قاله الامام الصادق قال انشد لنا صحيح كما تقرؤون ايه؟ وتنشدون فهي هي الروايه تقرؤون اصل الاسم اصل الاسم هو كانشاد يعني هو احنا انت منشد وانا منشد نعم. بس هنا احنا حاليا صار تصنيف كرادود وصار تصنيف كمنشد. المنشد هو الذي لان اكو نوعين منشدين يعني المنشد اللي هذه الاناشيد التواشيح الا الشغل الجماعي العمل الجماعي ان كان لايف يعني يعني تحضر مهرجانات عامه يعني لايف مو استوديو. الاستوديو تقدر انت وحدك تقدر يعني هذا اللايف بعد مو مثل الاراضي يعني ما ابي مثلا اقعد على احكي على الانشاد الانشاد الحسيني يعني اكون انشاد حسيني واكون انشاد اسلامي احنا حسب شغلنا. اي فانا كمنشد حسيني ورادود قبل ان يكون انشاد نعم. فالانشاد تعرف بثقافه اكثر بتعلم للمقامات اكثر ببحور اكثر تقرا القصائد يعني احنا اغلب قصائدنا فصحى يعني يطلب من عندنا ان نقرا القصائد الفصحى. فهو الانشاد يعني هو هوايه ناس عرفوا هوايه ناس فصلوا عنه بس في مجال عملنا والاختصار هو كاسم يعني حاليا احنا يسمى هو عمل جماعي يعني احنا المنشدين عمل جماعي يطلع بهذا الشكل مثلا قصيده الامام الحسين قصيده لابو الفضل العباس فهو شغل يعتبر يعني شغل الانشاد يعتبر يعني خلينا نقول 70-80% جماعي لابد تقدر تشتغل وحدك لكن كاستوديو 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 انت لا تشتغل وحدك لان تعرف الاستوديو نظام تركات ونظام هذه الامور صحيح. اما اذا لايف لا راح يكون لازم عندك كورال وشغل وترتيب والحان فهو شغل جماعي يعني هنا أنا مو مثل والمنشد يعني من مثل ما صنف يعني هو ليه سموه رادود؟ الرادود اللي الناس ترد معه الانشاد الناس ما ترد معك لان انت تستمع انت عملك جماعي انت أحسن. انت منك انت هم صولة وهم تقرا هم جماعتك الكورس وياك فهذا الفرق بينها يعني الرادود والمنشد طيب احسن الرادود يعني الرد الناس اللي ترد هالحكي يعني واجبات المنشد تكون اكثر يعني ما في افتقر ايه. فقط اللي شغلتين واحده يعني جمهور ما يرد وياه مثلا عندك كورال ايه. قاعد ماكو صحيح لما الماكو مثلا هذا ايه. لكن هذه لها لونها وهذه لها لونها يعني كل من له لون واثنينات لا يقل شأنا يعني اي صحيح احسن ايه. كلها خدمه حسنه ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله احنا ننتقل انا والمشاهدين ننتقل انا وانتم احبتي الى زميلي وحبيبي ابراهيم السالم بين الحرمين الشريفين لنقل الاجواء الروحانيه في هذا اليوم مولد الحسين وليله مولد قمر العشيره بالفضل العباس من تلك الاجواء لحظات ان شاء الله ونعود لكي نستمع بقصيده ونكمل حوارنا هذه الليله. تحياتنا لاخي ابراهيم السالم ننتقل انا وانتم له. شكرا لك زميلي الجميل الملا ثامر العرضي وتحياتي لك ولضيفك الكريم وحياكم الله مشاهدينا الأحبة في تغطيتنا المباشرة من بين الحرمين الشريفين في كربلاء وهذه التغطية المباشرة المستمرة لهذه الأيام المباركة ولا ننسى أن نهنئكم بذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام وكذلك ذكرى ولادة أبي الفضل العباس سلام الله عليه هذه الأيام الطيبة التي نغتنمها بالابتهال إلى الله تعالى والدعاء بأن يحفظ شيعة أمير المؤمنين وأن يحميهم ويوفقهم ويستجيب دعواتهم وينصرهم على القوم الظالمين.
إذن اليوم سنتحدث عن ثقافة الاحتفال بهذه الأيام الشعبانية، وسنستمع وإياكم إلى بعض الزوار الذين يفدون إلى محافظة كربلاء وما هو رأيهم بهذه الأيام وبهذه الأجواء الكربلائية الاستثنائية الجميلة. مشاهدينا الأحبة، مستمرين وياكم تغطيتنا مباشرة من بين الحرمين الشريفين لجنة الله في أرض كربلاء المقدسة، ومعنا زار آخر من زوار الإمام الحسين عليه السلام، السيد عزيز العميدي. حياك الله سيدنا، ونهنيك بهذه الأيام المباركة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله ومع الحسين في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نقدم التهاني والتبريكات إلى قائدنا وإمامنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى والشريف، ولمراجعنا العظام وعلماء الأعلام والأمة الإسلامية جمعاء، الموالين لأهل بيته خاصة بذكرى المواليد الطاهرة الطيبة لأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. وهذا اليوم الذي مضى كان ولادة سيد الشهداء الحسين الذي فرحت به السماوات والأرضون، وكذلك هذه الليلة المباركة ذكرى ولادة قمر بن هاشم العباس ابن أمين عليه السلام الذي ولد في اليوم الرابع من شهر شعبان من سنة 26، وبعد غد إن شاء الله تكون ذكرى ولادة الإمام زين العابدين عليه السلام في الخامس من شعبان في سنة 38 الهجرة المباركة. سماحة السيد، احنا اليوم نتحدث بتغطيتنا المباشرة عن ثقافة الاحتفال في هذه الأيام المباركة، وخصوصا يعني هذه الولادات الميمونة للإمام الحسين وبالفضل العباس والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شلون نشوف الاستعداد لدى المسلمين للاحتفال بهذه المناسبات، وشنو الطقوس اللي نحتاجها حتى نعمم هذه الثقافة؟ الثقافة مع الأسف الشديد عندنا كانت عندنا هجمة ثقافية غربية على مواطنينا والشعب الكافة، مع الأسف الشديد اللي أنا أخذ معهم ثقافة الغربية مثل هذه الأعياد مع عيد الحب وعيد مدري صحولة، لأن الأعياد الكثيرة اللي لا أساس لها في الشرع أبدا، ولا إلى أساس هذا الرجل فد واحد يهودي رجل غلتلاين هذا يسوي قاعد يحتفلون به وغيره، وبينما شوف ثقافة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الأسف الشديد ماكو إلها فد مظهر يبين أنه هذه الاعتبارات إلا عند اللي يعرفون هذه المناسبات، كما قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام: شيعتنا خلقوا من فضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. فإحنا إن شاء الله نفرح ولادة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لفرح أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم، ونشارك أهل البيت والعلماء. تعتقد اليوم المؤسسات الدينية، المؤسسات الإعلامية المنتمية لمذهب أهل البيت مقصرة في هذا الجانب؟ يجب نعم، أحسنت جزاك الله خير، يجب أن يكون هناك تكون هنالك حملة قوية لتبيان هذه المواليد الطاهرة الشريفة اللي لم يكن فد رموز معينة في كافة المدن. في كافة المدن تكون هناك رموز يبين هذا اليوم لولادة الإمام الحسين، وحتى نعرف الحسين من هو ثقافته من هو. أحسن. في الزمن السابق شلون كان الاحتفال وهل اختلف عن هذا الزمن؟ طبعا اختلف، لأنه العام كان داعش موجود. كان داعش موجود، هسه الحمد لله بعد ما خلصنا من هذه الدودة نعم، الآن الحمد لله نشوف ما بين الحرمين ونشوف داخل الأضرحة الطاهرة هذه المواليد وهذه الناس من كافة أقطار العالم، من كافة وليس من العراق فقط، لا من كافة أقطار العالم. أنا دا أشوف عندي أصدقاء من السعودية ومن بقية الدول الخليجية، بس هواي قابلتهم داخل الحضرة الطاهرة الشريفة. بعد أن خلصت عندي برنامج الآن خلصته وجيت أدعمش بحضرتك أخويا العزيز سيد إبراهيم، شفتكم. إذن بالختام نشكرك، وبالتالي هي تغطية مباشرة والحديث لك معك فيه طيب كثير وثري وغني بالمعلومات الطيبة، إن شاء الله لنا لقاءات وحوارات أخرى عبر شاشة قناة المهم الحسين. شكرا لك سيدنا، ونتمنى لك التوفيق والسداد إن شاء الله، وزيارة مقبولة في هذه الأيام المباركة. جزاكم الله خير أستاذ إبراهيم، أنت المقدم الأول والأخير لبرنامج وأما تقابلنا معك في برامج كثيرة على هذه القناة الطاهرة، جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. إذن مشاهدين الأحبة، نعود وإياكم إلى استوديو قناة الإمام الحسين، استوديو برنامج شعبانيات مع الزميل الجميل الملا ثامر العارضي.
انتم بألف شكرا لحبيبي إبراهيم السالم، وأسعد الله أيامكم وأيام جميع زوار الحسين وخدمة الحسين وهذه الشيعة والموالين والمحبين التي لا زالت كالفراشات تطوف حول هذا النور، نور الحسين الذي من بطنان العرش وإلى السماء وإلى الأرض لا زال يخرق الحجب، نور أبي عبد الله الحسين. وهذه الأيام المباركة، وهنيئا للمحبين والشيعة في قرب إمامهم، وهذه الأيام السعيدة وهم يطوفون ويأتون، لا تهمهم المسافات ولا تهمهم ترك الديار والأحبة والعمل وكل هذا من أجل أن يلبون وبدون تكلفة بفرح وبسعادة أن يلبون قول الإمام الصادق ويحققون قول الإمام الصادق حينما قال: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وتراهم في كل مكان، في النجف، في الكاظمية، في كربلاء، في سامراء، بل وحتى في غير البلدان يصلون إلى تلك البقاع العظيمة، البقاع المباركة، لأنهم خلقوا من فاضل طينة محمد وآل محمد، وعجنوا بماء ولايتهم، ولقد خلقهم الله لهذه الأمة الطيبة، خلقهم الله لمحمد وآل محمد، فإن شاء الله في الدنيا والآخرة تحت عبق محمد وآل محمد وتحت لواء محمد وآل محمد في السراء والضراء، تراهم في وقت الشدة وفي وقت الراحة إن شاء الله، نسأل الله بحق الزهراء حتى آخر الأنفاس وحتى ظهور الإمام أن تبقى حرارتهم في قلوبنا وحبهم في قلوبنا وفي مجرى الدم إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بكم مجددا، برنامج شعبانيات هذه الليلة يوم الثالث من شعبان الأغر شهر رسول الله، وضيفي هذه الليلة خادم الحسين ملا صاحب الكربلاء، أهلا وسهلا بك مجددا قلبهم الله. مباشرة نسمع منك قصيدة موال إن شاء الله. موال قصيدة شنو تختار؟ عبد الحسين الكربلائي. كل اللي يجي منك جميل ملا. احنا مستمرين قصايد باب الحواجب الفضل العباس. سلام الله عليك يا قمر العاشر. يقول: أنا كل أبواب شرعها الإله وباب الحاجة أولها نحسين، يستقي النور لتشوفه من ضواي، ما يجودي كذب القال النضب، روحوا سئلوا الغيم الله تنطيكم دليل، من الطفوف الماي بعتاب صلاب، هذا باب وباب ثاني مشرعه، أنا من ربع لعدواني غضام، أنا خزرة حيدر وزعل الأمين، أنا العباس بن قتال العرب، أنا صوت أنفاسي فعل الرقاب، الله الله الله، حصة الموت الوصل يمي وقرام، تعبت عزريل واخطف بالنفوس وصازي أنا بعف يا خويا الماتعب، مسابق ويا الموت بتار يفوت محفل الأموات عشاط النصب، ولسه سيفه يكتب أبيات الشموخ، وانتو سمعوا شنه آخر ما كتب، البطل ينزل مثل بكل قتال وما حوى
والقمر عنده تساوى الواحد وعشرة سوى نفخة إسرافيل صوته وصار ما يوزع هوى زمرة الفيلال ومية وطير بابيل اللواء كسر ظهر الطفوف بخفقة الراي. الله الله الله. طبعا هاي هوسه بالاخير بس احسن الشاعر. احسنت واحسن الشاعر. الله يسلمك. الله يسلمك. ان شاء الله. من باب الهوسات ما زال قلنا على الهوسات اقول ايه؟ بيوم العاشر العباس تاجر ويا بارينه. ايه بعينه ورايته والجود والهامه ويا شفينه. عينه تشاهد الزوار والرايه اللي تهدينا والهام اصبحت قبته وجوده بماي يروينا وشفوفه تظل الزواره وترحم دوم بخطاره. نسمع يقول نزل ليها ابو فاضل والحرب صفنت وسرع للموت خلاها الزلم لزمت. حلو. تحسين الخفاجي يقول نزل ليها ابو فاضل والحرب صفنت وسرع للموت خلاها الزلم لزمت ويل النيته ويل النيته صاحب كربلا اختلفت واللي يحكي اليوم اسحق راسه واللي يحكي اليوم اقطع راسه. الله احسن. يقول شال الراية ابو فاضل او شق صدر الزلم بيها ومن قد الزعل مطبوع شفه بخشب ساريها عمي مو كان راية بيدة تقول والله مو كان راية بيدة تقول كان زينب وحاميها وشلون تطيح اخته منيده وشلون يقول بدماطة وطفل عباس وحيدر جاب للراية قعد يمه وبدا يوصيه وعالطف سولف هواية قلب شاربك عباس زينب حصتك هاي دك صدر وصاح انا احميها دك صدر وصاح انا احميها الله دك صدر وصاح انا احميها. يقول جاب الجربة بيده مسيطر العباس ما يمليها ما يبغيره يمليها جاب الجربة بيده وحطها بين القوم قالهم هاي والبيزود يجفيها اجوا يجفوها شافوا غاضب العباس جابوا ماي صافي او داروا عليها ويتباهى حسين بعباس يتباهى حسين. يقول بيهم غيمت وانذهلت الحراس الله هذا وعود شافوا بس صفار الطاس الله الله بيهم غيمت وانذهلت الحراس هذا وعود شافوا بس صفار الطاس هاي شلون بيهم لو وصل عباس عمي حالف بس يوصل يقضيها حالف بس يوصل يقضيها. الله شفت كل شيء انا بدنياي انواع العجب يا ناس بس وحده وبقى منها العقل والفكر هذا طلب طبعا من البارحه وطلبوه كثير شفت كل شيء انا بدنياي انواع العجب يا ناس بس وحده وبقى منها العقل والفكر ظل منحاس البشر هو يغرق بالماي ويموت او يقطع الانفاس بس العلقم تدرون غرق جو القمر عباس ويتنفس ظل من شباته يتنفس ظل يقول لو ما عيون زينب وقفت بعينه لو مو عيون زينب وقفت بعينه خيرهم يلحق الموت ويعينه خيرهم وجاجت في الكون وجاب لسكينه عمي لو ما عيون عمي لو ما عيون زينب وقفت بعينه خيرهم يلحق الموت ويعينه وشاشته في الكون وجاب السكينه وبس زينب وقفت بعيونه بس زينب وقفت بعيونه بكى العباس لما جابته امه بكى العباس لما جابته امه ويسكت بيه على الكرار ويضمه وامه تلولي
لا كان ما فتر همه بك العباس لما جابت امه ويسكت بيه على الكرار ويضمه وامه تلولي لا كان ما فتر همه سكت عباس من زينب اجت يمه سكت عباس من زينب اجت يمه تناغيله وتبسم ليها تناغيله يقول اريد افرح وعيد وطش بيد الياس واقرج مال قصيدة بمولد العباس هذا الهدر سنها وطقها راس براس عمي وتخيلك صاحت للحومة وتخيلك صاحت للحومة أحسنت ملا طيب الله أنفاسك ملاته حبيبي جاي أشوفك أكثر قصائد تنكتب على أبو فاضل سلام الله عليه وأغلب الهوسات تحكي بس شجاعة ما تطرقون إلى باب حوائج مثلا يعني جزء إذا واحد يقرأ لفتشي العباس يعني رواية أرويها مثلا من أجمل الروايات اللي سمعتها في حق مولانا قمر العشير بفضل عباس أغلب محبي البيت في شعاتهم سامعين بأنه إن عمي العباس أبدله الله جناحا يطريف ما في الجنة مع جعفر الطير مع الملائكة أو سامعين إن عمي العباس كان نافذ البصيرة صلب الإيمان عمي العباس كان كبده كصلاة الجمر وغير ذلك لكن هناك حديث خاصة مثل حديث الإمام الصادق أو حديثين واحد منهم اللي يقول إن عمي العباس رجل لم تفارق وجهه الابتسامة وهذه اللم جازمة يعني أن ولد إلى أن استشهد هو بحيث وشهدت به الأعداء الفضل ما شهدت به الأعداء من قال أنتم 4000 على الشاطئ تركتكم على العلقمي أتيتموني هاربين من رجل واحد قال جاءنا يحمل راية كبيرة وبيده رمح طويل وكان مبتسم لا نعلم ما يريد يعني ما عرفنا شو يريد رجل جاء على 4000 ومبتسم هاي الابتسامة فجعلته قمرا الإمام الصادق يتحدث لأصحابه عن سلمان المحمدي وعن أبو ذر وكيف كان إيمان سلمان وكيف كان إيمان أبو ذر ولو علم أبي ذر رضوان الله عليه ما في قلب سلمان رضوان الله عليه لقتله يقتله حسدا يعني من الغبطة وليس قتلا وغير ذلك لأنهم من أصحاب رسول الله الخلص فأحد الجالسين هذا يعني الحديث كون انتبه له اللي يسمعني ويشاهدني أحد الجالسين قال الإمام الصادق بعد ما حدثهم عن إيمان سلمان وعظمة سلمان وكيف حكم المدائن بعلم علمه إياه أمير المؤمنين بحيث إذا سرق في الميزان صاحب الخضار يعاقبه قطعة الوزن الموجودة حكم يعني مسك سوح المدائن وشوارع المدائن من خلال الحيوانات الكلاب عجل لكم الله كانت جعلها حراس في الشوارع وغير ذلك لعلمه الذي علمه إياه أمير المؤمنين أحد العلوم الخاصة عند الألف باب التي أخذها أمير المؤمنين من رسول الله فانبهر بعلم سلمان فقال له سيدي هل أبو الفضل عباس بمنزلة سلمان أم أدنى من سلمان ماذا نقول يقول فانتفض الإمام الصادق سلام الله عليه ونفض عباءته وقال نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد ثم قال المقولة العظيمة لو شاء عمي العباس لجعل الناس كلها سلمان حقيقة حديث اللي سمع ويتمعن به كزبر جلده يعني قولت نحن شعراء ما أقدر أهضمه يراد لأيام تأمل يراد لو شاء لو هذا لو شاء يعني لشخص يقول للشيء كن فيكون لو شاء عمي العباس لجعل الناس كلها سلمان صحيح. يعني هاي من عظمة أبي الفضل العباس وما سلمان وعظمة سلمان وأبي ذر إلا كقطرة في بحر من أبي الفضل العباس عليه السلام صحيح. ليش دائما تكون القصائد على أبي الفضل العباس الحرب والشجاعة وغير ذلك خول حسين أشجع من العباس صحيح لا صحيح. شك باعتبار ما معصوم صحيح فيا ريت القصائد تكون بيها شوية على ابتسامة أبي الفضل العباس قلب أبي الفضل العباس حنون باب الحوائج نعم. أمير المؤمنين يعني رسول الله أشجع من الإمام علي أحسن بس لو اشتد من الوطيس لدنا برسول الله أنت من تجي القصائد الشجاعة دائما تلقاها عد من عد أمير المؤمنين وعد العباس ما أدري باعتقادي يعني ترى الشغلة عد الشعراء يعني الشاعر هو اللي يقدر يتناول هذه الأمور الثاني ما يعني مو لأن أنت أمامي جالس بس أنت متناول هذا الموضوع لا يعني أنا سامع
أشكر. سامع يعني وقاري قصائد عندك إلك يعني وأبو ذيات وموالات بين أنت العباس مو فقط عندك شجاعة، لا بالعكس عندك عاطفة، أنت العباس عندك علم، أنت العباس محبة. نعم. نعم. إيه مثل ما قلت العباس من نزل المعركة وكان متبسم، بس الشعراء ما أعرف يعني للشجاعة أو للحماسة يعني. هو أنا حتما أقول لك العباس سلام الله عليه لما نزل المعركة ما راح هو يحارب، ترى حسين قال له أطلب مال لهذه العيال يعني إيه. ولو نازل يحارب يختلف الموضوع باعتبار باعتبار الهجمة الأولى كانت لما هجم واحد الأنصار وبني هاشم واحتوشوهم وكثرة فيهم الجراح وآلاف، الحسين أدركهم بأخاه العباس. صحيح. بأخاه العباس وحده يعني راح هو جيش وحده هو جيش وحده. فمن هذا الباب من الشعراء يعني. نعم. نتمنى الشعراء إذا كان ما مطلع أن يطلع إن شاء الله. مثل ما أنت شاعر ورادود قرأت إن هذه الرواية يعني أنت إنسان مطلع إنسان وحتاج الطلع. نعم. أقرفت بيتين لأبي الفضل العباس سلام الله عليه كتبتها بعد أن شافاني من مرض السرطان والكل يدري الأورام 45 ورم قالوا له روح 10 أشهر وتموت، في 2010 8 أشهر أكثر شيء لك، وجيت وقلت له طالب إيدي كتبت له يمن هاي أقراها لقضاء حوائج ولشفاء المرضى ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان المشاهدين، كل من عنده حاجة يتوجه وياي بقلبه لمولانا باب الحوائج، ليلة ميلاده واليوم عيد مولد الحسين وعيد مولد أبو الفضل العباس، والحسين فرحان بالعباس وزينب فرحانة بالعباس وكذلك الإمام الحسن وأم كلثوم، وللعلم أم البنين سلام الله عليها أصغر ترى من زينب الكبرى. سيدة زينب. صحيح. زينب سلام الله عليها في الطبعة من 54 لكن أم البنين أعتقد كان 45 أو 48 عام يعني أصغر من عندها. العباس أصغر من أخته زينب 21 سنة يعني مو عباس يعني كانت تلعب وياه أكو بعض القصائد هذا للاطلاع يعني. ترى زينب 21 سنة أعتقد كانت من زوجة عبد الله بن جعفر الطيار يعني 35 سنة. أحسنتم. فالموضوع نقول بي يمن دهرك عليك بهم هايج اقصد للقمر باب الحوايج يا بالفضل يا بالفضل وصيح بصوت يا بالفضل يا من دهرك فوقك يبني بيت احزانه ودق الساس وبكل ساعه طيح بشده ومن همومك شاب الراس اقصد للشاطو من قلبك انخ ونادي يا عباس ولا تسألني ليش ولا تحاجج اقصد للقمر باب الحوايج ومن تدخل صحنه ومحرابه تصبح خطاره وبحماه تصبح خطارة وبحمى صف النية وفتح قلبك تشعر قاعد انت وياه وان عندش ما تطلب اطلب بس حلف بزينب وانخا المنية يردها لو شافك تعالج اقصد للقمر باب الحوايج ان شاء الله نكملها بغير وقت حتى نسمع بيت الختام من مولا من حبيبي ملا صاحب الكربلاء وننتقل بعدها ان شاء الله الى اخي وعزيز ابراهيم السالم. احنا ذكرنا العباس عاطفه فكرار حسين الكربلائي ذاكر بهذه القصيده يقول ما ينوصف حيره الله عباس ابو الغيره ما ينوصف حيره عباس ابو الغيره نور القمر ويا القمر لا والله ما ينقاس الله خلق كل الضوى من ضحكة العباس الله خلق كل الضوى من ضحكة العباس من نظرته سوى النجم وانفاسه تنثر ياس وحده ولا شريك له بين البشر يا ناس اجمل تعابيره عباس ابو الغيره ما ينوصف حيره عباس ابو الغيره من شاف يوسف ضل يرتل سوره الرحمه عباس اخو ثالث الى اللؤلؤ والمرجع لله حاشا أن يعد بين البشر إنسان قرآن حيدر ونولد قرآن من قرآن هيمنا تفسيرا عباس أبو الغيرة ما ينوصف حيرة عباس أبو الغيرة عباس جب هيئة علم بس بوجه كوكب هذا العلم أصبح علم للدين والمذهب عند أعز وجمل لقب عباس أخو زينب الله الله الله
أعز وأجمل لقب عباس أخو زينب هو النغر ما ينغر من شفه ظل يشرب ما حد أكو غيره عباس أبو الغيرة ما ينوصف حيرة عباس أبو الغيرة شيعي قمر هاشم نزل ووصاف شيعية بلسانه يلعن قاتلي فاطمة يومية شيعي قمر هاشم نزل ووصاف شيعية بلسانه يلعن قاتلي فاطمة يومية من تعتني لما يردك مية بالمية من تعتني لك ما يردك مية بالمية بس قول زينب واعتبر الحاجة مقضية بس قول زينب واعتبر هالحاجة مقضية شيخ على هالديرة عباس أبو الغيرة ما ينوصف حيرة عباس أبو الغيرة أحسنت أبو كميل الشاعر الغالي هذه عاطفة مو أحسنت موفق إن شاء الله الحمد لله جزيل الشكر لك ملا لتلبيتك الدعوة هذه الليل نسأل الله لك بحق قمر العشيرة دائما هذا الصوت إن شاء الله الآخر أنفاس ويكون لك إن شاء الله يوم القيامة شافع ومشفع وتحت لواء الحسين كما جعلك من خدامه في الدنيا إن شاء الله أمير في الآخرة بحق الزهراء إن شاء الله وشكرا لك مجددا شكر الجزيل لك حبيبي وأخوي وصديقي ملا ثامر العارض الكربلائي وشكري إلى قناة الإمام الحسين هي دائما سباقة بهذه المبادرات وإن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله نحو الازدهار والتألق دائما وأبدا شكرا للمصورين الكادر المخرج الله يحفظك الله يوفقكم وسعد الله أيامكم إن شاء الله شكرا لك الله يحفظك أحبتي نلتقي إن شاء الله غدا أنا وأنتم في نفس الوقت وبرنامج شعبانيات أما الآن فأترككم مع أخي إن شاء الله إبراهيم السالم انتقاله أما أنا فهذا وقتي معكم إن شاء الله انتظرونا غدا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبعه الإكرام وهو اللجين ومنهل النور الذي ألقت به الأفلاك والأجرام منه استمد الزهر عطر رحيقه وبه استفاق لبأسه الهيذام وحي يسبح فيه رونق عشقه فبكل قلب للكفيل غرام وبكل عين قد تفايض جوده فلذا له في الوجنتين مقام السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مشاهدينا الأحبة ونحن نتواصل معكم في تغطيتنا المباشرة من كربلاء المقدسة وبالتحديد من منطقة بين الحرمين الشريفين ونهنئكم بهذه الليلة المباركة ليلة ولادة سيدي ومولاي أبا الفضل العباس قمر بني هاشم سلام الله عليه وابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هذه أجواء الزيارة كما تشاهدون عبر كاميرا قناة الإمام الحسين وهذه الزوار تتوافد من كل حدب وصوب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس وتهنئتهم بهذه الذكرى العطرة الذكرى العبقة الذكرى العزيزة على قلب الزهراء عليه السلام ومثل ما ذكرنا في الجزء الأول من تغطيتنا المباشرة بين الحرمين محور تغطيتنا لهذا اليوم هو ثقافة الاحتفال بشهر شعبان والولادات العطرة ولا أنسى أن أتقدم بالشكر لزميلي الجميل الملا ثامر العارضي على ما تقدم به من معلومات وحوار ثري وغني مع ضيفه الكريم الملا صاحب الكربلائي إذن هواتفنا ظاهرة أسفل الشاشة ننتظر اتصالاتكم حتى نناقش سويا من منطقة بين الحرمين محورنا لهذا اليوم عن ثقافة الاحتفال بشهر شعبان وثقافة الاحتفال بالولادات العطرة لأئمة أهل البيت عليهم السلام وشلون نقدر نوصل هذه الثقافة إلى أكبر بقعة في العالم وأكثر عدد من الناس حتى يتعرفوا على هذه الشخصيات العظيمة على هذه الشخصيات الفذة كذلك بانتظاركم لتزوروا معنا عبر كاميرتنا الإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس ونحن نقف نيابة عنكم بين الحرمين الشريفين وتسمعون أصوات الزائرين وهمسهم ودعائهم وتضرعهم إلى الله في هذه الأيام المباركة
ومثل ما ذكرنا في حلقات سابقة شهر شعبان من الأشهر الفضيلة، من الأشهر العظيمة، من الأشهر القريبة على قلب رسول الله، وهو الذي يقول شهر شعبان شهري، رحم الله من أعانني على شهري. وذكرت الكثير من الفضائل لهذا الشهر الكريم، منها الصيام، ومنها الصلوات الخاصة، ومنها الزيارات الخاصة، وخصوصا زيارة الإمام الحسين عليه السلام في ليلة النصف من شعبان، وتهنئته بذكرى ميلاد حجة الله في أرضه الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن بانتظار مشاركتكم واتصالاتكم لتزوروا معنا كربلاء، لتزوروا معنا الإمام الحسين وأخيها بالفضل العباس، وكذلك لتشاركوا معنا في محورنا لهذا اليوم، ثقافة الاحتفال في شهر شعبان، شلون نقدر نطور هذه الثقافة، وماذا نستطيع أن نضيف لهذه الثقافة الكربلائية، الثقافة الحسينية، ثقافة مدرسة أهل البيت، شلون نقدر نوصلها إلى كل بقاع العالم، وشلون نقدر نحاور بها بقية الأديان وبقية الثقافات حتى نوصل فكر أهل البيت وفكر الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسين، وكربلاء شلون نصورها للعالم عن طريق المنابر المختلفة، سواء منبر الإعلام أو منبر الإمام الحسين أو منبر الحوزة العلمية وغيرها من المنابر المتنوعة، وحتى إحنا الناس البسطاء، عوام العالم، عوام الناس عفوا، باستطاعتنا أن نكون سفراء لهذه القضية، وسفراء لهذه النهضة، وسفراء لهذه المناسبات وهذه الذكريات الطيبة لولادات أهل البيت عليهم السلام. اليوم نعيش وإياكم ذكرى ولادة الإمام الحسين، وكذلك مقبلين على ذكرى ولادة سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام، الذي كان سندا وكان ظهرا وكان ميمنة للإمام الحسين. وتذكر الروايات أنه كان لا يسمي أخوه الإمام الحسين إلا بسيدي، ولا يناديه إلا بسيدي، وهي من توصيات السيدة أم البنين عليه السلام. هذا الفارس الهمام، هذا الفارس الإسلامي الشجاع، الذي قدم تضحية كبيرة في سبيل الإسلام وفي سبيل نهضة الإمام الحسين وفكر الإمام الحسين، شلون نقدم له تهنئة في هذا اليوم، وشلون نزور ضريحة، وكيف نتضرع بالدعاء من تحت قبته. احنا الآن بين الحرمين الشريفين، وتشوفون يعني توافد كبير للزوار، خصوصا مع إطلالة أولى الأيام لشهر شعبان، ولازلنا في بداية شهر شعبان، ووصولا إلى النصف من شعبان، نتمنى أن تتزايد الأعداد أكثر وأكثر حتى نوصل رسالة كبيرة إلى العالم بأهمية هذه المناسبة، نوصل رسالة إلى العالم بأهمية هذه النهضة وأهمية هذه المراقد الدينية وأهمية هذه الشخصية العظيمة، شخصية الإمام الحسين، وكذلك شخصية العباس سلام الله عليه. وكذلك لا ننسى، نحن مقبلون على ذكرى ولادة سيدنا ومولانا الإمام السجاد عليه السلام، وكذلك سيدنا علي الأكبر، وصولا إلى ذكرى ميلاد إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن ننتظر اتصالاتكم. معنا أول الاتصالات، ومن إخلاص من محافظة بغداد العزيزة، حياكم الله يا أختنا إخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهنيكم بذكرى ولادات شعبان الميمونة. إن شاء الله يا رب، وأهنيكم إن شاء الله بمولود الإمام الحسين وأبي الفضل العباس سلام الله عليهم. أحسنتم. اليوم إحنا عندنا محور على الحسين. تفضل تفضل. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قمر بن هاشم أبي الفضل العباس. السلام على زينب العقيلة الكبرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهني الشعب العراقي أجمع، وأهني مراجعنا العظام، وأهني سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. أحسنتم. اللهم عجل وليك الفرج. نهني العالم بمولود الحسين والمهدي. الصبر من الصبر مولاي، مهدي شوكت تظهر يا ابو صالح، يا مهدي تفرح الشيعة وتزيل الأذية. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب عجل لوليك الفرج. اليوم يا أخذنا خلاص نتحدث عن ثقافة الاحتفال في شهر شعبان،
وخصوصا من قبل أتباع أهل البيت. شلون برأيك نقدر نطور هذه الثقافة ونوصلها إلى دول العالم الأخرى؟ والله إن شاء الله تطويرها إن شاء الله من خلال محاضراتنا ومن خلال يعني التحدث أكثر وأكثر بمناهج أهل البيت وبالأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول من أحبني أحب الحسين ومن أحب الحسين أحبه الله. أحسنتي. إن شاء الله إحنا من موالين أمير المؤمنين، اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين بحق باب الحوائج أبو الفضل العباس. أحسنتم كثيرا. إن شاء الله الله يتقبل زيارتكم وتكتب لكم زيارة قريبة إلى كربلاء إن شاء الله يا ربي. شيخنا بدون زحمة أريد دعاء خاص إن شاء الله. نظري قليل وما إلى أي علاج إن شاء الله. علاجي دعاءكم رب نعم. العالمين وأهل البيت، دعاءكم يوصل إن شاء الله تحت قبة الإمام الحسين وأبي الفضل العباس. ونحن الآن بين الحرمين الشريفين وبجوار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وكذلك أبي الفضل العباس إن شاء الله. وأني أطلبها من باب الحوائج أبي الفضل العباس أمشي على أخوه الحسين لأن هو بعد هو أخو الحسين وهو عضيده. إن شاء الله أقول مولاي بحق أبي الفضل العباس أريدك تشافي كل مريض. أحسنتي. إن شاء الله تقضى حوائجكم تقضى حوائجكم إن شاء الله بحق أبي الفضل العباس. شكرا لك ولاتصالك وإن شاء الله الله يتقبل منكم الزيارة وتكتب لكم زيارة قريبة إلى كربلاء. إذن معنا اتصال من محافظة الناصرية الحبيبة من راضي. حياك الله يا أخونا راضي. حياك الله يا راضي، أتمنى تسمعني من الهاتف وتنص صوت التلفزيون. تسمعني يا راضي؟ نصي لي صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف يا راضي. إذا تسمعني نصي لي صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. إذن نعم هناك اتصال آخر. أم بنين من محافظة الكوت، حياكم الله يا أختنا أم بنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أردهن العالم الإسلامي مراجعنا العظام ولادة الإمام الحسين وأخي أبو الفضل العباس. أحسنتي. قائد ولادة الميمونة. أحسنتي. أحسنتي. إن شاء الله تقبل هذه التهنئة عند الله وعند الزهراء وتكتب لكم زيارة قريبة إلى كربلاء. شكرا. رحم الله والديك. أحسنتي. أحسنتي كثيرا. إن شاء الله هذه الأعياد الشعبانية في نيتكم تزورون كربلاء؟ للجميع ان شاء الله. احنا ان شاء الله عندنا نيه نروح نزور ان شاء الله. ان شاء الله. زين انا واقف حاليا بين الحرمين الشريفين وبجوار الامام الحسين وابي الفضل العباس، اذا تحبين تزورين عن طريق شاشه قناه الامام الحسين تفضلي. اي والله بالله. السلام عليك يا ابو عبد الله. السلام عليك يا ابو الفضل العباس. ايتكم تدعون الشعب كل العراقي وللشهداء ان شاء الله وللحسيد وللجيت وللعالم الاسلامي اجمع. ان شاء الله. ان شاء الله يوصل ويتقبل دعائكم. حياكم الله وشكرا لاتصالكم يا ام البنين. شكرا. حياكم الله. اذا مشاهدين الاحبه اتصالات كثيره من الموالين لهنون بهذه الايام المباركه الميمونه ولادات اهل البيت عليهم السلام. وكنا نتحدث عن ثقافة الاحتفال في شهر شعبان والولادات الميمونة، ويبدو أن هناك اتصال آخر من حنين من البصرة. حياكم الله يا أختنا حنين. اتصال من حنين، إذا كنتم تسمعونني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوفوا عيني مبارك لكم هذه الليلة. من معي؟ معك حميد من البصرة. حيدر حميد. حميد أبو أمجد من البصرة. حميد. حميد حياك الله يا حميد وعذرا عن الخطأ. أسمعك يا حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الليلة الميمونة. نعم. ليلة ولادة أبو الفضل العباس عليه السلام. ونحن كذلك مبارك لك. وأحب أشارك معكم هذا البرنامج اللطيف والممتع. شرفنا ويسعدنا مشاركتك يا حبيبي يا حميد. احنا اليوم نتحدث في هذه التغطية المباشرة عن ثقافة. نعم. الاحتفال في شهر شعبان،
مثل ما تشاهد هناك طقوس خاصة للاحتفال بولادة الإمام الحسين وخصوصا ولادة الحجة المنتظر عجل الله فرجه، ولكن احنا نريد نطور من هذه الثقافة ومن هذه الاحتفالية حتى توصل الى كل بقاع العالم، نوصلها الى بقية الثقافات وبقية الأديان. شلون برأيك نقدر نطور طريقة الاحتفالية؟ عبر مشاركاتنا في البرنامج، عبر اللي استطعنا اللي نشوفه واللي كان يعني نشارك به من خلال هذه المشاركة الجميلة واللطيفة. نحن دائما نتبع أهل البيت، نتبع أساليبهم، نتبع يعني نخضع على خطاهم. والحمد لله والشكر، ندعي الله أهل البيت وسبحانه وتعالى يحفظ العراق ويحفظ شعبنا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله دعاء مقبول عندنا. وشيء هذا الغم على هذه الأمة، وأنا أطلب بعدكم طلب بسيط إذا ممكن. أنا عندي ابن مريض، أي والله ابن مريض، كل مريض يعني مديت الدكتور وتعبت من عنده كلش، فأرجو منك أنه ادعوني هناك إما بغض العباس إن شاء الله. إحنا لسه واقفين بين الحرمين الشريفين وأمام مرقد الإمام الحسين عليه السلام وخلف مرقد أبو الفضل العباس عليه السلام، ودعائك إن شاء الله يوصل عبر شاشتنا إلى قبابهم الطاهرة، وإن شاء الله تقضى حاجاتكم ويشافى ولدك يا الله. نسأل الله تعالى يوفقكم لعمل الخير، نسأل الله تعالى يوفقكم إن شاء الله البرنامج اللطيف والله ممتع. شكرا لاتصالك ونهنئكم مرة أخرى بهذه الولادات الميمونة، حياك الله وشكرا لاتصالك مرة أخرى. شكرا. إذن معنا متصل آخر من محافظة بابل، حياكم الله يا أختنا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلاد أبي عبد الله الحسين. أسعدكم الله دائما وأبدا. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. نزف أجمل وأحلى وأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى وأم البنين بذكرى ولادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس قمر بني هاشم وزين العابدين وسيد الساجدين إمامي وشفيعي الإمام علي بن الحسين وذكرى ميلاد علي الأكبر وذكرى ميلاد صاحب العصر والزمان. نزف أجمل وأحلى وأزكى آيات التهاني من كربلاء إلى أرض النجب أمير المؤمنين أبو الحسن. أحسنتم أحسنتم، إن شاء الله تكتب لكم زيارة قريبة إلى كربلاء. فدوة وتزورون الإمام. نعم فدوة، أريدك تدعي لي تحت قبة أبي عبد الله الحسين. إن شاء الله يوصل دعاءكم وندع لكم عند الإمام الحسين، وربه يحفظكم بجاه الحسين الشهيد. تحياتي السلام لكم. وفي الختام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مع ألف سلامة. الله يتقبل أعمالكم ودعاءكم إن شاء الله مع ألف سلامة، وشكرا لمشاركتكم ويانا. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، نأخذ اتصال أخير من أبو علي، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عمي أبو علي. السلام عليكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين في هذه المناسبة العزيزة، مناسبة ليس لها من مناسبة وليس لها من يعني لا يعد ولا يحصى هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. وأطلب من الله أن يحفظكم ويرعاكم دوما لخدمة الإسلام والمسلمين وخاصة شيعة الإمام علي عليه السلام. أحسنت أحسنت كثيرا، إن شاء الله تكتب لك زيارة قريبة إلى كربلاء وتهنئ الإمام بنفسك إن شاء الله، ونحن هنا بهذه وقفتنا حتى نزور نيابة عنكم إن شاء الله الإمام الحسين وأبي الفضل والله العباس. والله يا وقفتكم هاي وقفة مشرفة لخدمة الإمام الحسين أولا ولخدمة الزوار، وأرجو منكم الدعاء لأنه أنا مريض الرجال وأرجو إن شاء الله عندك العافية أمام قبة أبي الفضل العباس. صحة وعافية إن شاء الله حجي، وتجي وأنت معافى إلى كربلاء وتزور الإمام الحسين وتشكر من عندك. الله يحفظكم بحق محمد وبيت محمد، اللهم كل من كل شيء مكروه وخاصة أعدائكم الذين يريدون يتيحون هذه، بس لازم إن شاء الله ما تنجح إلى الأبد. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك لاتصالك ونشكر مشاعرك. أحسن أحسن أحسن، إن شاء الله الله يتقبل أعمالك ويتقبل دعائك، وإن شاء الله من زوار كربلاء في شهر شعبان المعظم. شكرا لك ولاتصالك يا عمنا أبو علي،
ومشاهدين الكرام، نكون هكذا وصلنا وإياكم على مشارف نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، التغطية المباشرة اليومية المستمرة طيلة هذه 15 يوم وصولا إلى ولادة الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. تابعونا في نفس هذا الوقت يوميا تغطية مباشرة من بين الحرمين الشريفين، وكنا نتحدث معكم اليوم عن ثقافة الاحتفال بشهر شعبان. أقول ختاما أن يعني لازم أن نحافظ على الأطر الدينية باحتفالنا بهذه الولادات الميمونة، لازم لا نخرج عن سياق أهل البيت ومدرسة أهل البيت وما علمنا أهل البيت من ثقافة الاحتفال ومعايير الاحتفال والمقاييس التي يجب أن نراعيها في احتفالنا بولادات أهل البيت، حتى لا نكون نشازا ونكون شينا على أهل البيت وشينا على أتباع أهل البيت عليهم السلام. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، لا ننسى أن نجدد تهنئتنا لكم بهذه الأيام الطيبة، حفظكم الله ورزقكم زيارة كربلاء في شهر شعبان المعظم. إلى اللقاء.